committee and scientific committee to invite me to be here today. Actually, this is the first time for me to attend in the meetings of LRC. Thank you, Professor Jofadel, for this invitation. Today, I'm going to present a fetish conspiracy construction of latent code effects. وقبل ما اقول البرزنتيشن في حاجتين كده هنعرضهم في الاول. حاله سبارس الفود والبريدكتري وحاله ثانيه كونجينيتال فيريك سندروم في البريدكتري. This patient presented to me in Hajmay Hospital one half a year ago with this deformity. This patient was a male patient, 22 years old. الحقيقة الصورة دي هنشوفها دلوقتي وبعدين نشوف الحالة والريكونستراكشن اللي اتعمل و 9 years follow up for this patient. المسج من العيان انه يفضل حد السن ده وديز ديفورمتي دي في الحقيقه حاجه تشالنج جدًا. ودايما المسج في الديفورمتيز خصوصا في الجينيتال ديفورمتيز تو ريكونستراكت او تو امبيتيت. طبعا العيان ما بيجي ان بروبر تايم الريكونستراكشن بتاعه بيبقى اوبتيمال. بروفيسور كوكو رانكو كنت واحد من الناس اللي كان الشرف ان انا اشتغل معاهم واقابلهم في الجوب مصر سنه 99 وشفت في المانيا لما سافرت 2004. وفي الحقيقه عمل برزنتيشن قدم 6 ميلز يعني هو الديزيز ده اكثر بيجي في الميلز وعمل لهم عمليه عن 13 مانس ونشر الكلام ده وعمل لهم فولو اب فور 6 years. This is our patient, 18 years old, 18 month old male who presented me a deformity in the lab to us who held with it. The brain x-ray, the shape of the deformity with an extra toe or محاولة ليبقى فيه extra toe. حالي عملت تقريبا من 12 سنة تقريبا. طبعا البروسيدور اندر جنرال انفيزيو تورنيكيم هنفوت الكلام ده على طول. This is the incision as described by Professor Bukranko وده الانسيجن اللي انا عملته. هو في الحقيقه انا شفت البيبر دي ريتروجريد يعني بعد ما عملت الحاله. الستبس as described by Professor Bukranko هو described ان في بيبقى في فايكروكارديشن سكور شود بي اكسايز عشان تصلح الديفورميتي. انه بيعمل لينسنينج للفن بتاع الابداكتور هالوسس انه بيريكونستراكت ل التيبيال سايت بتاع الكولاترال ليجمنت ده الميتاتارسو جوينت ده البلاند اللي شوت بي دان والكي واير علشان يمنتين الالاينمنت افتر ريكونستراكشن. يبقى ده لينس اللي جوه التندر وده ريكونستراكشن اوف ذا ليجمنت. الاكس طبعا بيبقى امبيتيتد الكور زي ما احنا قلنا فايبروكنتيزر كور اللينتنج اوف ذا تندر الادجستمنت للكولاترال ليجمنتس والكي واير تو ادجست في الاكزيال. ده شكل البوند وده الشكل بروبوزد المفروض افتر از ستايل باي بروفيسور كوكران. ده شكل الكي وايرز افتر 4 ويكس. دي after 2 months and after 1 year.
ده شكل الوند. ده شكل الاكس راي. This is before surgery at the age of 18 months and this is 13 months يعني بعد 12 شهر. الريفس زي ما احنا شايفين والالاينمنت مع الجروث طبعا اللي بيحصل يورينج ديس بيريود. ده شكل الفوت وهو لابس الجير بتاعه دي بعد 48 لما وصل 48 مانث اولد يعني تقريبا 3 سنين الى 6 شهور. ده شكل البوفر اول يعني يمكن شكل الاكس راي فور بوف فيت والمقارنه بالبيفيتس لان ده اللي بيحدد شكل الكروث بعد كده واللي بيحسن الشكل الدفون. ده الكيب بتاعه يقدر يعمل اكستنشن بكتبه كويس. ده ما بقى عنده 11 years old واحنا شايفين كل ما الطفل بيكبر شكل الديفورميتي بيبقى احسن. ويمكن انتوا لو خدتوا بالكم في الصور اللي قبل كده السكين كان فيه شويه ريداندنسي يعني انا ما عملتش تو ماتش اكسجن للسكين. انت لما بتشيل الاكسترا دو يوجوالي يو هاف ان اكسترا سكين ممكن بقى كده تشجع وتشيل. فانا قلت اسيب جلد زياده لو احتجت حاجه يبقى فيه مخزون موجود قدام حبيت اشيله. اتس فيري ايزي ان انت تو اكسايز ان اكسترا سكين. ده شكل الكروث بتاع الرايت سايد وده شكل الجيت بتاعه تقريبا ما عندوش اي مشكله في الجيت يقدر يعمل اكستنشن كويس قوي. وده شكل السنسوراليسوس تقريبا الفورم دي اتصلحت بالنسبه لاقترب من 95% او اكتر. نرجع بقى للحاله الاولانيه خالص اللي احنا شفناها الراجل اللي بقى عنده 22 سنه. هل السمبليستي والريكونستراكشن هل ممكن يبقى نفس السهوله اللي كانت في الطفل الصغير؟ اعتقد لا. ويمكن انا قلت لوالد الطفل ان الريكونستراكشن ويل كاري سم كومبليكيشنز يعني وي مايت هاف باسكولر بروبلم وممكن يحصل اسكيميا وممكن يحصل بروبلم واحنا بنعمل اوستيوتومي بنعمل كوريكشن. فالعيان او والد الطفل الصغير ده is not accepting ان يحصل كومبليكيشن. العمليه ما اتعملتش. احب اسمع رايكم لو حد فيها عايز يعمل كومنت طبعا. حد يحب يسال او يقول كومنت او حاجه ولا اقول الحاله اللي بعدها؟ انا مرفض خالص. يبقى هو المسج مهم قوي ان احنا نعمل السيرجري از ايلي از بوزيتيف. ساعات العيانين يجوا لنا يقول لك ايه انا رحت للدكتور عظام وقال استنى لما العظم يكبر. برضه مش فاهم برضه يعني ايه العظم يكبر. دي حاجه دايما بعض الدكاتره بتوع العظام بيقولوها للعيان استنى لما العظم يتغير. لكن الكونجنتال ديفورميتي ات شود بي دان از ايلي از بوزيتيف. يمكن بروفيسور ريكس Do you have any comments on this case, especially this patient? Are we going to reconstruct or the first a very good result. My experience has been in extra digits and elongation of metatarsals. A particular case like that, I have never done one. So I cannot comment, but I'm very, very impressed with your outcome. But that particular case, I have never done one. A case like that. It's okay. Thank you.
نجحت في ان انا قدمت الحاله الخامسه. انت عارف عندك حاله وحاله وبرزنتيشن انكلودنج الديسكشن 20 مينتس. That one, yes, I have done amniotic. The second case, a congenital constriction limb syndrome. It's 2 months old. He's a male also. And the patient presented like this with severe lymphedema, and this is a constricting limb, and this is the apexia. عارفين الانسيدنس بتاع مش هنخش بقى وهنا how to exercise and how to relieve the excess fat, how to mobilize عشان تقدر تقفل الوند in a proper way. الستيب عباره عن زيت بلاستي فور ذيس رينج ايفنت. بعد 6 شهور عندي شو ماركت امبروفمنت, يعني ما تستعجلش الامبروفمنت بتيك سم تايمز. ده الستيب بلاستي بيحصل immediately post-operative, بيحصل marked edema و swelling, لكن ده gradually decrease و be improved. الـ second stage عملناها بعد 6 شهور, سمينا 6 شهور عملنا excision of excess skin. بعد 6 شهور زي ما انتم شايفين الـ swelling edema راحت وبدأ يظهر الـ excess skin ده, بدأنا نعمل له excision. ولو محتاج revision الزيت بلاست اللي انت عملتها ليه فيها جزء محتاج to be revised, you can go in twice. ده شكله وعنده 8 سنين, شكل الفول بقى احسن, يمكن شوية في الديفورميتيز اللي موجودة في التو, ويمكن هو عشان ما بيجيش in regular visit ان احنا ممكن نعمله procedure يحسن, فيمكن ده الفيز مع العيان. ده شكل الفين بعد ما يكون Now, apart from this deformity of the toes, I think the eye has a problem with regard to edema and swelling.